تجاهلني الفنان السعودي جواد العلي وطلع في احد اللقاءات وسوى نفسه على اساس ما يعرف اغنيه حبيت لو بلوبتليت للنجم هيثم يوسف. وما يقدر يجاهلني، بس شلون منو ما يعرف حبيت لو بلوبتليت للنجم؟ لا بس هو طلع يعني يوسف. طلع بلقاء انا ما شفته، بس قالوا لي عليه شفته بعدين، قالوا لي طلع انت، انا والله غنيت موال عراقي، مطرب عراقي، عجبني الكلام وعجبني اللحن، وانا ضفت عليه اضافات وسجلته بالالبوم، ونزل اسم الالبوم باسم الموال، والاغنيه اللي بعد الموال اللي هي تحبني يحبني تحبني وتعذبني تحبني وتعذبني. زين انت شنو حبيت؟ والله حبيت الموال وحبيت الكلام واللحن، بس ضفت عليه اضافات. وهو طلع نصا من الالف للياء، حتى طريقه الاداء مأدي نفس الشيء، وراح يسمعون الناس اذا وبعدين يشوفون حكي صح ولا لا. انت على اساس تطلع تقول انا حبيت وحبيت الاغنيه بالكذب؟ ما قال اسم الفنان العراقي اللي هو يعني خلينا نقولها بالعاميه باقة همو سرقه باقة. يعني انت حرامي، يعني انت تيجي تقول عجبني، شو انت منه حتى يعجبك؟ يعني انت ما خليت قيمه الفنان العراقي، تيجي تقول والله فنان عراقي عجبتني اغنيته الموال وحبيت اغني بطريقتي وطريقته، روحي سمعيها تشوفي نصا الموال نفسه اللي هو يا ريت عمري ما هويت. يا ريت عمري ما هويت رخصت دمعي وعلى فراقك بجيت، لا تظن دوم ابقى احبك اني مليت مليت. يا ريت عمري ما هويت رخصت دمعي وعلى فراقك بجيت، لا تظن دوم ابقى احبك اني منك مليت مليت. يوم تزعل يوم ترضى شنو طبعك؟ ما دريت ما دريت، مو عجيبة تصير عاذل بس عجيبة تعوفني بيني بين الموت لحظة وما يجيت. اكو ناس تبرر يعني الفنانين هذول لما تيجي تحكي وياه، انا متاكد لما تحكي ويا جواد العلي يقول لك والله اني بالعكس انت المفروض تفرح، انا حبا بالفنان العراقي غنيته. زين انت حبا اولا طيب. اكو حقوق، ثانيا اكو احترام، اذا انت مو محترم اكيد الفنان مقابلك محترم، تتصل به وتاخذ رايه او تاخذ يعني تقول لك ايه انا 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 مو فنان معتزل حتى هو الافندي يروح يغني شيء هو عجبه يغني. يعني هو معتبر نفسه مفضل على هيثم يوسف؟ مفضل على هيثم والله، احنا والله مفضل على الاغنيه العراقيه مو بال المفروض تخابر وتتصل. انا لو معتزل اقول يعني جواد العلي راح يغني يحيي عفوا الاغنيه العراقيه، لو راح يوصل هيثم يوسف انه هو انت ما حد طلب من عندك اصلا تجي تقدم هيثم يوسف او تغني له اغنيه حتى والله تساعدني في شيء معين. ليش سكتت على هذا الموضوع؟ سكتت لين انا اقول لك الحقوق الموجوده عندي كلها بالعراق، والعراق صعب اوصل له، بغداد يعني صعب اوصل له بهالفتره هاي. بس وعد لا هو ولا غيره راح اعوف يوم من الايام، راح اقاضيهم حتى لا يسوي لي فضل هو مثل ما قال. يعني ممكن انت لو مثلا لو انطاك اللي تستحقه وقتها انه قال لي فنان يعني النجم حتى هاي بكذب، حتى هاي بكذب ما قالها لان يعني المفروض انه هذه الاغنيه يعني للنجم هيثم يوسف واني حبيت اغنيها لان اغنيه حلوه، واحد على الاقل ها ممكن تنسى يعني تهون. بس ما يقول والله انا حبا من الفن العراقي غنيت لك، انت ليش زعلان؟ بالعكس لازم تفرح. زين انا افرح من تقدم هذا العمل لمن؟ لاي مطرب؟ منو كتبه؟ انت ضيعت عدنان هادي كلام عراقي ولحن عراقي ولحن علي صابر، انت ضيعت ذول الفنانين وثالثهم هيثم يوسف على ابو انت عجبك تغني اغنيه عراقيه وضفت عليها بطريقتك الخرافيه. يعني هذا واحد شو ما تنقارين. نعم اعمالي الغنائيه كانت سبب كبير في انتشار الفنان اللبناني ايمن زبيب. هذا لا بحث آخر، أيمن زبيب قاموا يمشون هو صاحب أغنية حبيت، يعني نفس الأغنية اللي غناها جواد العلي، هو غنى جواد العلي احنا نشكره طبعا بهذا اللقاء يعني غنى بس الموال باقي بس الموال. أيمن زبيب لا أيمن زبيب حتى التوزيع كامل من المقدمة الموسيقية للموال لغاية القفلة بالضبط حرفيا،
وطريقة الغناء المغني هيثم يوسف بها الموال وال ال... ال... الأغنية طبعا الموال والحبيت. هسا الناس بسوريا ولا بلبنان ولا حتى بالخليج حبيت لو بلا ابتليت هي من تقولين أغنية يا ريت عمر ما هويت أغنية حبيت أيمن زبيب. زين هذا شو تسوي له؟ سجلت يعني باسمه يعني وبدون هم ما يتصل مثلا شو تحطي له ويطيب. هذا اللي طلع بعد فترة السومرية حرجوه رامينا بوقتها خبرتني قالت ممكن ندخل عليك على الخط على التليفون حتى لين راح نستضيف أيمن زبيب وتحكي اللي عندك. أنا قلت لا والله أنا بصراحة ما يشرفني. أنا اللي موتني بهالموضوع بأنه يطلعون هو لا أيمن طلع لأن بعد فضحتها السومرية محطة عراقية وحكت قالت أنت مغني أغنية لهيثم يوسف وضحت الموضوع ليش على أساس والله أنا أحب اللون العراقي وأحب حاتم العراقي وأحب هيثم يوسف فحبيت أغني لهم. أنت من تجي تحب تغني لهم أنت مو مغني لهم بحفلة أنت مغني لهم بألبوم. نزل ألبوم من ضمن الألبوم أغنية موال يا ريت عمر ما هويت وأغنية حبيت والمصيبة كاتب تراث عراقي هذا أنت شو تسوي له؟ تراث عراقي يعني تراث وين عراقي. هيثم يوسف يعني لا هيثم يوسف ولا عدنان هادي ولا علي صابر يجي باللقاء قبل هي هاللقاء ما صار له 6 أشهر يمكن 4 أشهر ما أعرف. فقال أنا بعتذر من الفنان هيثم يوسف وحبا بهذا الفنان أنا غنيت له تقول على غنيت له بقعدة ولا سهرة ولا بحفلة أنت مغني بألبوم ومضيع حقوق الدنيا كلها. يا ريت عمري ما هوي رخص الدمعي دمعي وعلى فراقك بجيت يا ريت ما هويت لا تظن دوم ابقى حبك انا منك مليت والله مليت يوم تزعل ويوم ترضى شنو طبعك ما دريت مو عجيبة تصير شامت بس عجيبة بيني وبين الموت بيني وبين الموت لحظة وما حبيت لو بلوى ابتليت يا ريت عمري ما هويت حبيت لو بلوى ابتليت يا ريت عمري ما هويت عايش كنت وحدي كل همي ما عندي عايش كنت وحدي كل همي ما عندي عمري وللهم عتني يا ريت ما حبيت عمري وللهم عتني يا ريت ما حبيت